طيب إلى السودان. طيب منها نقرأ: تعرض موقع الشرطة للاختراق والداخلية تنفي فرض تأشيرة الدخول على السوريين. حيث أكدت وزارة الداخلية عدم فرضها تأشيرة الدخول على السوريين لدخول البلاد، مبينة أنها شائعات تهدف لخلق البلبلة، وموضحة أن ضوابط الحصول على الجواز والجنسية السودانية محاطة بسياج منيع جدا لا تلاعب فيه، في وقت كشف فيه المكتب الصحفي للشرطة عن تعرض موقعه بالفيسبوك لعدة اختراقات خلال الفترة الماضية. وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة الفريق عمر المختار حاج النور إن الداخلية لا تحتاج لوضع مزيد من الضوابط وإن إجراءاتها في غاية الانضباط، وزاد قائلا: لا يوجد ما يدعو لفرض إجراءات جديدة لذلك. وفي السياق نفى المكتب الصحفي للشرطة في بيان صحفي مساء أمس صدور أي قرارات بشأن الجنسية والجواز لغير السودانيين، مشيرا إلى أن موقع المكتب الصحفي للشرطة تعرض لعدة اختراقات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي استوجب إيقافه إلى حين اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تأمينه. يعني تعرض موقع المكتب الصحفي للشرطة للاختراق ونشر أخبار غير صحيحة، هذا لوحده لا يكشف عن خلل في الإجراءات التأمينية بالنسبة للشرطة نفسها؟ الإجراءات التأمينية عموما على الموقع، على مواقع الإنترنت، لا يمكن الضمان تأمينها 100%. ولكن بالمناسبة هذه ليست المرة الأولى، أعتقد أنه في سنة 2012 كان أيضا في اختراق لمقر الوزارة كله، وأعتقد أنه من الضروري أنه يكون هناك إجراءات أكثر صرامة في مجال الإنترنت، لأنه التسرب المعلومات وبس معلومات كثيرة بتخلق قدر من البلبلة، فأعتقد أنه من الأولى أن تكون هنالك إجراءات كثيرة. أعتقد أنه من المهم أيضاً الالتزام بالمواقع الحكومية، لأن المواقع الحكومية هي الأكثر صرامة والأكثر تأميناً. بعض المواقع أنا لاحظت أنه بينشئوا بعض المواقع على الفيسبوك باسم الشرطة أو باسم بعض المؤسسات الأمنية أو باسم المؤسسات السيادية، فهذا فيه خطر كبير بشكل كبير. فمن الأولى أن يكون الالتزام بالموقع الحكومي الرسمي اللي هو اللي يتم تأسيسه بناء على الحكومة الإلكترونية، والشبكه هذه اكثر احكاما اكثر تامينا في الاجراءات بتاعتها حتى لا يصبح هو. من الواضح انه الذي قام بهذا الاختراق هو طالب، حسب بيانه انه هو طالب وانه هو بيدرس بالخارج، وانه الموقع وجده بدون تامين كافي. اراد ان يرسل رساله، فهذا امر معيب بشكل او باخر. لمن معيب؟ لمن معيب؟ للوزارة الداخلية والإجراءات التي تمت في خصوص هذا التأمين هذا الموضوع. حتى المواقع هذه فيها إشكال كبير، لأنها لا تفيدك أحيانا في المعلومات لأنها لا يتم تجديدها. كثير من المعلومات، 20% من المواقع، أنا قبل فترة كنت بعمل الدراسة، 20% من هذه المواقع لا يتم تجديدها، 20% تم إنشاءها ولم تبث في أي معلومات، نسبة كبيرة جدا منها تم اختراقها بمؤسسات وبثت فيها مواد غير المحتوى المطلوب منها. فأعتقد أنها مطلوب فيها إجراءات أكثر. وزارة التقنية كان بدأت في إجراءات في هذا المجال، لكن أعتقد أنه الإجراءات بطيئة جدا فيها. هذه المواقع هي تكون المستقبل، ومنها تبث المعلومات ومنها ينتشر المعلومات، وأصبحت مصدر أول من مصادر المعلومات. فمن الأولى أن يتم الاهتمام بها من حيث التأمين بتاعها ومن حيث المحتوى الذي يبث فيها وينشر فيها. أعتقد أنها أولوية، لأنها هي مصادر المعلومات، خاصة وزارات مثل الداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة الخارجية متصلين، وزارة الاستثمار متصلين بمعلومات في الناس، وهذه مؤسسات مهمة جدا لا بد أن يتم فيها إجراءات. ما الذي يمنع من أن يتم اختيار ذوي الكفاءات الوطنية لتأمين هذه المواقع من المدنيين حتى؟ لماذا الشرطة أعتقد أنه الإجراءات جيدة، لكن هو القضية هي قضية الاهتمام. هل هي أولوية بالنسبة لهم؟ هل هي أولوية بالنسبة للموقع بتاع الشرطة أن يكون هنالك موقع بتاع الشرطة؟ تكون قد يكون الاهتمام منصب أكثر بالشبكة الداخلية، الشبكة اللي فيها المعلومات، اللي فيها الرقم الوطني، اللي فيها الإجراءات اللي بتتم. فهذه الإجراءات التأمينية قوية جدا، ولكن المواقع، الصفحات الإلكترونية، الاهتمام الأصلي فيها ليس اهتماما كبيرا. أعتقد إذا تم التصويب الاهتمام عليها سيتم التركيز عليها وسيتم تأمينها بسرعة أكبر. الغريب في الأمر يا دكتور أن الدعوة الأساسية الآن لدى الحكومة هي الحكومة الإلكترونية، يعني كل المعاملات الورقية ستلغى وبالتالي سيكون العمل إلكترونيا. كيف تستطيع الحكومة وهي لا تهتم ولا تكترث المواقع الإلكترونية؟ نعم حتى المواقع الأمنية زي الشرطة. دل مسارين، هو عندك مسارين، عندك الحكومة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية دي متعلقة بالإجراءات، الإجراءات التقديم للجواز الإلكتروني، إجراءات السفر، إجراءات الدفع الرسوم، إجراءات دفع الكهرباء، هذه تسمى إجراءات تبسيط الإجراءات، وهذه عندها قواعد مختلفة اسمها
قواعد تبسيط الإجراءات، وتم تحديد بإجراءات معينة زي أكثر من 5950 أكثر من 594 معاملة تم إدخالها في الحكومة الإلكترونية، وهذه تشرف عليها وزارة التقان الحكومة الإلكترونية المركز المعلومات، ودي تم تأمينه بصورة جيدة. لحد الآن ما في اختراق، لأنه اختراق هذا المفهوم يتم اختراق معلومات كثيرة، يتم سحب معلومات كثيرة، ولكن هذه الذي نتحدث عنها هي الصفحات الخاصة بالوزارات التي يتم فيها بس الأخبار والمعلومات والتقارير، وهذه أشياء عامة، فبالتالي يتم الاهتمام بالحكومة الإلكترونية ولا يتم الاهتمام بالصفحات. فمن الأولى هذه الصفحات أيضا أن تكون تبعا ل... لا تعتقد أنه الأولى الأولوية القصوى حتى قبل المواقع الحكومية التي تجرى فيها المعاملات؟ يعني إذا كانت الحكومة نفسها غير قادرة على السيطرة على مواقع إلكترونية يتم فيها الإعلام بشكل مباشر والصفحات الخاصة بالجهات الأمنية والشرطية، فما الثقة التي يمكن أن توجد في معاملات إلكترونية أخرى يكون فيها دفع مالي وسحب إيصالات؟ المعاملات الأمريكية المعاملات الإجرائية لأنها هي إجرائية بين المواطن، فيها دفع مالي، فيها التزامات، فيها شهادات تصدر، فبالتالي هي من الضروري أنها تكون هي أقوى لأن هي فيها الثقة بتاعتها، ولكن المواقع أيضا لأن فيها أخبار فيها تقارير بالضرورة أيضا أن تكون قوية. هذا لا يبرر أن تكون هذه أقوى من هذه، من الضرورة أن تكون الاثنين على مستوى واحد تأمين. من التأمين في كل إجراء صحيح أنها لا تتم بنسبة 2%، ولكن لا يمكن أن تخترق كل عام والآخر. يعني تم اختراق سنة 2012 بشاب هاوي طالب في السودان، الآن أيضا طالب هاوي أيضا خارج السودان، فمن الضروري أن تكون هنالك الإجراءات أقوى. طيب، يعني الداخلية بعد الجدل الأخير حول منح الجنسية قالت أنه لا حاجة لإجراءات جديدة، يعني فرض إجراءات جديدة، وأن الأوضاع هذه مؤمنة. هل توافق هذا الرأي؟ أعتقد دائما لا بد أن تكون هنالك ضرورة للتجديد في كل مرحلة والأخرى، لأنه الأساليب التزوير الآن أنا مطمئن على الإجراءات التي تتم من خلال الداخلية، ولكن غير مطمئن للإجراءات تحت التزوير، لأن هنالك يتم إجراءات تزوير كثير جدا، هنالك جوازات مزورة باسم السودانيين، أخذ سوريين، أخذ جنسيات أخرى، تشاديين، أخذ أثيوبيين، أخذت جنسيات كثيرة فيها، فهذه أساليب بتاع التزوير. فمعتقد من الضروري أن تكون هنالك الأساليب بتاعت الشهادات والجنسيات والجوازات أقوى، الأرقام المتسلسلة أقوى، هذه الوسائل لابد أن تكون هي أقوى، ولابد أن تتطور مع التقنية، لأن اكتشافات التقنية بقت كل عام والآخر، قد لا يكون كل عام وعامين، لكن من الضروري أن تكون هنالك ضرورة أو عقل دائما يفكر ماذا يحدث بعد عامين، بعد 3 أعوام، بعد 4 أعوام، بعد 5 أعوام، حتى تتطور معه التجارب. لا يمكن أن نقول خلاص أكملنا كل شيء. والولايات المتحدة الآن أوقفت هذه الإجراءات لماذا؟ لإعادة ترتيب والإطمئنان على أن الإجراءات التي تتخذ إجراءات متميزة، والأمم المتحدة قالت أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة هي الأدق، وهي بناء على معايير الأمم المتحدة. لكن مع ذلك الرئيس الأمريكي أصدر قرار وأوف اللجوء في 7 دول، يمكن في دول أخرى، حتى يطمئن على أن الإجراءات التي تتم إجراءات دقيقة والتدقيق يتم. والآن يطالبوا من بعض الإشارات التي أشارت عليها نيوزويك أمس، قالوا بيطالبوا الذين يطلبون اللجوء بصفحاتهم الإلكترونية حتى يراجع ماذا تشاهد وماذا تقرأ وماذا ترسل. هذه كلها إجراءات تدقيقية النظر إليها مهم، فمن الضروري أن يتم النظر دائما، أن تكون هنالك عندك رؤية للمستقبل، ألا تكتفي بما فعلت، لأن التجارب مستمرة والتقنية مستمرة. طيب، لو سألتك عن تشديد العقوبات في الجرائم الإلكترونية في الحالتين، يعني الداخلية بعد موضوع منح الجنسيات والتزوير الذي تحدثت عنه، والجانب الآخر ما تعرض له موقع الشرطة لاختراقات، ألا نحتاج فعلا للتشدد في موضوع العقوبات؟ نحن محتاجين للإجراءات القانونية، لكن اللجوء للجانب السلبي دائما يخلينا نتقاعس عن الجانب الإيجابي. الجانب الإيجابي أنك أنت ترفع الكفاءة بتاعتك، ترفع قدراتك، ترفع إمكانياتك، ترفع قدراتك التأمينية، وليس أن تمنع الآخرين. هذه إجراءات حمائية، الإجراءات الحمائية لا تكفي وحدها، لابد أن تكون لديك إجراءات متقدمة على الآخرين، أن لو كنا لديك رؤية تطوير الأداة، تطوير الأجهزة، تطوير الوسائل التأمينية بتحتك، تقوية البنية التحتية بتحتك بحيث أن تكون التقنية بتحتك قوية، وبعد ذلك تأتي العقوبات تكون مكملة ورادعة، ولكن أحيانا لا تكون مجدية، لأنه من يقوم بهذه الإجراءات من خارج السودان لا تستطيع أن تتبعه، إذا أردت أن تتبعه ستفقد زمن طويل جدا، وستفقد بعدين كثير منها لا تحميك القوانين
أن تكون البيئة بتاعتك ضعيفة لا يكفي. قوانين ربما تحتاج في كل فترة وثانية إلى تعديلات ومواكبة أكثر لتواكب مستوى الإجرام الذي يحدث في الجرائم الإلكترونية. ضروري أن تتواكب، لكن في كثير من الأحيان القوانين بتعمل بمنعزل عن المحيط العالمي. بعض القوانين تتضاعف في السودان ولا تمثل جريمة في دولة أخرى. أن تكون هنالك هاكر، أن يكون هنالك مجموعات اختراق ما لم تكن متسبب بجرائم معينة. يعني مثلا هسه العالم بيهتم بقضايا الطفولة والتحرش وهذه المسائل، ولكن أن يتم هنالك هاكر لمواقع هي أصلا ضعيفة وبنيتها ضعيفة، وما ستقول للآخرين، تقول لهم والله البنية بتاعتنا كانت ضعيفة وزول اكتشف الباسورد كيف وبخطوة خطوتين غير فيها وقام اخترق الحساب بتاعنا ودارين نحاسبه. من الصعب انك تتعامل بهذه. فمن افضل انه نحن نميل للجانب الايجابي. الجانب الايجابي ان نعزز التقنيه، نتعامل معها بموضوعيه، نتعامل معها بمهنيه عاليه وحرفيه. طيب أختم.